ده أنا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بيشد الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا في سوريا، لا سيما وأنها شديدة التأثير على حياة المدنيين والاستجابة الإنسانية في شمال غرب البلاد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير العتيبي نيابة عن حاملي القلم للملف الإنساني السوري، الكويت وبلجيكا وألمانيا في جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا. أعلن القضاء السوداني تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته والظروف الأمنية في البلاد، وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بطلب إلى المحكمة لأجل تأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 أغسطس، وهو ما وافقت عليه المحكمة.